بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في ناس كتير مش عارفه ان العربيه جايه واحده اترفع وقفل الازاز الاثنين مع بعض، العربيه دلوقتي مقفوله. لو انا مثلا سايب العربيه في الشمس وطالع بدل ما احمل على التكييف لما اجي اركب الجو حر جوه، قبل ما اركب بدقيقتين ثلاثه افتح العربيه كلها لونج بريس على الزرار الفتح، الاربع ابواب هتفتح ازاز بقى. طيب دلوقتي انا لونج بريس تاني هتقفل العربيه، هتضم المرايات، هتقفل فتحه السقف. في ناس بيبقى معاها اطفال بيقول لي طب انا لو في ابني جوه او في حد فيها جاي جنب الباب بيحصل ايه؟ الازاز بتاع العربيه في حساس للعوائق. هو مع نفسه وايه؟ ما يقدرش يكمل عشان ما يقفلش على طفل، ما يقفلش على حد. ده موجود في الاربع ابواب. في اربع ابواب تقدر تعمل اللي انت عايزه. ما بس انا متاكد. هدوس تاني لونج بريس تمام؟ هيكمل الازاز اللي ما فيش. دي حاجه. دلوقتي العربيه المفتاح موجود المفروض في جيب، المفتاح ما بيطلعوش تايني خالص. لو انا جنب العربيه بلمس الزرار لمسه واحده بيفتح المرايه وتتحكم العربيه عندي. انا خلصت ونازل من العربيه لا عايز اقفلها لازم اطلع المفتاح، لا هقوم دايس على الزرار لونج بريس هنا المرايه برضه تقفل. هايل جدا، مش محتاج طلع مفتاح زي الفل. وراكم بخير.